عدد الزيجات وأسماء أزواج وأبنائها لا صدقي. تحتفل الفنانة هالة صدقي اليوم الاثنين بعيد ميلادها 59، حيث ولدت في 15 يونيو عام 1961 في القاهرة. حصلت هالة صدقي على ليسنس في الآداب عام 1981. عملت عدداً من الأعمال التلفزيونية مثل أوراق مصرية وأرابيكس ورجل في زمن العوامة، والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلما. تزوجت هالة صدقي مرتين، الأولى من مجدي ويليام والذي خلعته عن طريق تغيير مذهبها الديني من الأرثوذكسية القبطية إلى الأرثوذكسية السريانية، وبذلك أصبحت لها الأحقية بطلب الخلع، وانفصلت عنه بعد 8 سنوات في المحاكم، وتزوجت مرة أخرى من المحامي سامح سامي زكريا، والذي أنجبت منه في مارس 2009 توأمهما يوسف ومريم. قدمت الفنانة هالة صدقي أعمالا كثيرة، منها أفلام ومسلسلات وبرامج ومسرحيات، ومن أفلامها فيلم لا تسألني من أنا، الطوفان، استغاثة من العالم الآخر، نص أرنب، زوج تحت الطلب، الهروب، فخ الجواسيس، متيجي نرقص، هي فوضى، آخر ديك في مصر. كما شاركت في العديد من المسلسلات مثل سنبل بعد المليون، أرابيكس، رجل في زمن العولمة، ديدي ودلي، زيزيني الجزء الثاني، حالة خاصة، الضابط والمجرم، رجل آير للسقوط، جوز ماما، عارف البحر، نظرية الجوافة، كيد الحموات، حارة اليهود، ونوس، عفاريت عدل علام، رحيم، لا يا ابنتي العزيزة، بركة، ليلى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.